وبلعب جوجيتسو وبلعب برضه شوي السامبو اللي هي الرياضة الروسية العسكرية اخترعوها كثير قريبة للـ MMA هيك بشكل عام. ف كثير واثق من حاله لكن في فرق طول. مصطفى سعيد طوله تقريبا 1.68 جابرييل طايه طوله 1.78 في فرق 10 سنتي هنا. ومصطفى سعيد بالعادة مش هذا وزنه. مصطفى سعيد بالعادة بيلعب بالوزن تحت 70 تحت 70 تحت 70 هلا عم بيلعب على 77 هلا عم بيلعب على وزن 77 وجابرييل طايه يعني انا شفته عانى لنزل وزنه تحت 77 ففي عندنا فرق وزن كبير. انا جابرييل كان عم يحكي معي قبل امبارح وقت الوينز وهم عم بيقيسوا اوزانهم بسأله من وين عم تلعب من وين جاي اي هذا ما عم بفهم علي بالعربي من وين جاي where do you come from from Palestine انا من فلسطين. اتفرج عليه بتفاجئ قلت له يا زلمه معقول تحكي بورتوغيز وانت من فلسطين؟ طلع هو اصله هو فايتنج فروم فلسطين. هو أهله هاجروا للبرازيل صار له ساكن بالبرازيل طول عمره ومتمسكين بأصلهم الفلسطيني هناك كتير عيلته ومن العائلات العربية المعروفة بالبرازيل. وهي اللاعب جابرييل طايه هلأ درب جوجيتسو برازيلي جوجيتسو أصلها برازيلي. نعم لاعب جوجيتسو كثير قوي. أيوة حاط الكوفية الفلسطينية أيوة وحاط رسالة على تيشيرته مش قادرين نقرأ شو هي بس شكله إشي كمان لأطفال فلسطين. فلسطينيين children لأطفال فلسطين مكتوب على تيشيرته مظبوط إنه للأطفال الفلسطينيين. برأيك يعني محمد أنت بتحكي لي على الورا إنه ولا ممكن يفوز شوف اللاعب مصطفى يعني بدها تخلص على السريع المباراة. أنا يعني ما بقدر أكون متأكد بس زي ما قلت لك على الورق اللي شايفينه قدامنا هلأ أنا وياك عم نحكي عن فرق 10 سنتي طول فرق وزن مستوى على الأرض جابرييل أقوى فرق وزن في الماضي وليس هلا بالعكس 277 كيلو هلا مصطفى كان وزنه بالستينات وطلع وزنه بس أنه أنت عم تحكي أنه مصطفى اضطر يزيد وزنه ليلعب هنا عندما جابرييل اضطر ينزل وزن كثير ليلعب بهذا الوزن. بياخذوا اجراءات كبيره يعني جابرييل in the blue corner weighing in at 77 kilos specializing in sambo and kickboxing with a record of 2 wins and 0 losses fighting out of Sharjah Mostafa Sa'id. In the red corner weighing in at 77.5 kilos specializing in Brazilian jiu-jitsu with a record of 1-0 fighting out of Seoul jiu-jitsu team Palestine Desert Force One champion Gabriel Tayeh. This fight is brought to you by Alhani Travel and Tourism official sponsor الهاني travel and tourism الهاني نعم من داعمين واندي برودكشنز من داعمين البطوله. هاي جابرييل متحمس على كل حال هاي الضربه اللي على وجه جابرييل المبينه هاي عشان انه وقع وهو بالساونا عم بيحاول ينزل وزن كان داخ وقع داخ وهو بالساونا هاي لعب يعني طبعا كل مباراه بتبلش على الواقف فعشان هيك كل مره شفته جابرييل ضرب مصطفى هون عم بمسك بالقفص مصطفى ممنوع يمسك في القفص ممنوع
هلا هون جابرييل راح ينزلها على الارض على ما اعتقد. مصطفى ما بده يحاول يخليها على الواقف، ما بده لازم يخليها على الواقف، اذا نزل على الارض راح تنتهي بسرعه. هاي جابرييل اخذ وضعيه على الارض، هيا شوف كيف حبس ايد، حبس ايد حبس ايد، انتهت انتهت الاستسلام. استسلام مثل ما حكيت محمد، انا حكيت انا يعني هو برافو لمصطفى انه اخذ هاي المباراه على هيو رجله تواجع ماسكه من رجله، صار له اصابه باجره. نعم هو وقت وهم عم بينزلوا بعض، لما جابرييل كان عم بينزل مصطفى شكله انصاب مصطفى فيها العمليه. على كل حال يعني اذا جابرييل تاهل هلا للنصف النهائي، هلا جابرييل لدازت فورس النصف النهائي، تاهل للنصف النهائي. هو ثالث لاعب بتاهل للنصف النهائي، يعني في عندنا اول لاعب تاهل للنصف النهائي كان ب كان ب شهر 5 كان السعودي عمار شلبي تاهل، هلا شفنا فوز ميلاد اللبناني تاهل، ثالث واحد جابرييل، في عندنا رابع مباراه اللي هي بين عمر عميش الاردني. له شعبيه كبيره هون بالاردن كمان، ثالث مره بيجي بيلعب بالاردن، لعب بطوله جيتسو هون بالاردن.